سؤال في هاشتاج دورنا غير من ابو عز الشلالي، يقول سؤالي للصوره محمد نور، هل صحيح كريم بنزيما رفض الاكمال مع الفريق في الوقت الحالي؟ كيف يرفض؟ على اي اساس انه الكلام هذا يطلع اصلا يعني؟ يسال هو. لا ما 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 اعتقد يعني. هذا كلام خيال؟ اكيد يعني احنا شفنا كريم كل ما يتكلم على الاتحاد وعلى جمهور الاتحاد يعني حتى الراحل اللي هو يعني لاقيها في النادي